أعزائي المشاهدين، وفي سهرة تحلى على شاشة القناة الفضائية المصرية بيسعدنا إن احنا يكون معانا الفنانة روية سعيد. يمكن تاريخها الفني بنتذكره من أول ما اتخرجت من المعهد العالي للفنون المسرحية، وكان من أشهر الأعمال الفنية اللي عملتها كان مسرحية المتزوجون. أما بالنسبة لرصيدها في التلفزيون فكان ليها مجموعة من الأعمال الفنية، اشتغلت مع الفنان إسماعيل عبد الحافظ في الشهيدان، وأيضا اشتغلت مع إبراهيم مرزوق، وأيضا مع يوسف مرزوق وابراهيم الشقنقيري وغيرهم من المخرجين. مثلا اشتغلت حكايه الدكتور مسعود وبعد الغروب وعصر الحب ولسه بحلم بيهم والقضيه 80 وغيرها من الاعمال الفنيه. النهارده بيسعدنا ان احنا نلتقي بيها مع اول يوم عمل وتسجيل لليالي الحلميه اللي هيعرض ان شاء الله على شاشه القناه الفضائيه المصريه في رمضان القادم باذن الله. مدام راوية، مساء الخير. مساء النور، اهلا وسهلا. كل سنه وحضرتك طيبه. وانت طيبه. النهارده اول يوم بتسجلي فيه ليالي الحلميه. ايوه. ان شاء الله هنشوفه على شاشه القناه الفضائيه المصريه في رمضان الجاي ان شاء الله باذن الله. الحقيقه ايه رايك بقى، انا عايزه اعمل معاكي حديث كده، ابدا معاكي من الاول تلفينا شويه. ايوه. الحقيقه انت بديتي مثلا خريجه ايه اولا؟ معهد الفنون المسرحيه قسم تمثيل. وأول ما بديتي بمسلسلات في التلفزيون عملت سهرة مع الأستاذ إسماعيل عبد الحافظ برضو اسمها الشهيدان، كانت لغة عربية، وعملت مع الأستاذ يوسف مرزوق عملت عصر الحب والقضية 80 ولسه بحلم بيوم. أدوارك بتختاريها على أساس إيه؟ على أساس العمل الفني أو الكاست الفني اللي بيشتغل معاكي، ولا على أساس العمل دورك؟ يعني أنت بتبصي للنجومية كدور ولا كنجومية طويلة، مدة طويلة؟ لا طبعا الدور اللي بيناسبني وأحسه وأحبه، لأن لو دور مش حساه أو مش مناسبني مش هعرف أعمله، مش هحسه. أرجع معاكي الليالي الحلمية. الليالي الحلمية أنت ظهرتي في الجزء الثالث أفتكر، الثالث، واختفيتي الرابع والخامس، يا ترى كان سبب الاختفاء؟ لا ده نسأل فيها الأستاذ أسامة، وهي حتمية الدراما يعني مش كل الشخصيات بتظهر. هي اختفت فترة لأن رئيس مجلس الإدارة اللي هو كان عمر، اللي هو كان الفنان محمود الحديني، حب يبعدها عن الساحة خالص عشان هي اللي كانت كشف أسراره وسلوكياته، فبعدها خالص، قعدها في البيت تماما يعني. فبتهرب من قعدة البيت وبترجع تقابل زهرة تاني عشان تشتغل وتستمر في العمل الصحفي والإعلان والمسألة الدعائية يعني والحاجات دي. لكن دورك في الجزء السادس هيكون مستمر طول الحلقات، بس الخامس هيكون مستمر طول الحلقات، ولا هيكون في مثلا 10 حلقات يعني جزء بس؟ لا هو أنا ببتدي لغاية دلوقتي في الجزء الأول من الجزء الخامس، يعني في الثلاث أربع حلقات لغاية الحلقة السابعة تقريبا، وبعدين شوية المؤسسة بتعمل هي مجلة جديدة، زهرة بتبتدي تفتح مجلة جديدة، فأنا بستمر معاها في المجلة الجديدة إن شاء الله بعد الحلقة 17 بإذن الله. طب إيه رأيك بقى، هذكرك بعمل من الأعمال الفنية اللي أنت عملتيها وكان عمل الحقيقة جميل جدا، أنت عرفتيها طبعا. المتزوجون. أكيد، لأن كل الناس فاكراني في المتزوجون عمل كوميدي وساب أثر عند الناس وبتذاع كتير، فعشان كده الناس بتحبه قوي. وبينتي بنت البلد كما يجب أن تكون. لا مش كما يجب أن تكون، هي كانت يعني مخها أبيض قوي، فما مش جل البنت البلد مفروض تكون يعني. حق الرهين في النعمة بتاعت ربنا، فكر في حاجة أهم. أفكر في إيه بس؟